يعتبر واحداً من أقوى الحيوانات وأسرعها وأشرسها على الإطلاق، ويتميز بأنه يفضل اصطياد وجبات غذائه أولاً بأول، لأن نفسه عزيزة لا تهوى الجيفة أو أي جثة غير طازجة. قاد حيوانات الغابة وتصدر ملكاً عليها منذ بدء الخليقة، أوجد مكانه وتزعم، فله هيبة لا مثيل لها ورهبة زرعها في قلوب الحيوانات. يتميز الأسد بالكثير من الصفات التي تعطيه مكانة فريدة في عالم الحيوان. يتمتع بقوة جسدية هائلة وله قوة مفرطة، أما ما يميزه فعلاً أن له صفات نبيلة. الجسارة من صفاته الأصيلة، حيث لا ينسحب من أي معركة مهما كان حجم القوة لدى خصمه، فالموت أفضل بكثير من انسحابه، ولا يمكن أن يعذب فريسته قبل الهجوم عليها، ولا يهاجم فريسته إلا عندما يشعر بالجوع. الحيوان المفترس العفيف. الأسد من أعظم الخبراء التكتيكيين الذين يسيطرون على مملكة الحيوانات بشكل عام ومملكاتهم الداخلية بشكل خاص. مجتمع الأسود فيه انضباط ووقار لم يسبق بين الحيوانات. لا ذكر يمكنه التعرض لأنثى تزاوجت مع ذكر آخر. يهتمون بصغارهم جداً، لكن اللبوة الأنثى من فصيلة الأسود هي المسؤولة عن إحضار الفرائس له والذهاب للصيد كل يوم. أما الأسد فيظل مراعياً وحامياً للمملكة، فالعلاقة بين الأسد وزوجته تعتبر فريدة جداً من نوعها. تعد الأسود الثانية أكبر السنوريات في العالم بعد الببر، حيث تفوق كتلة الذكور الكبيرة منها 250 كيلوغراماً. تعيش معظم الأسود البرية المتبقية اليوم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا تزال جمهرة واحدة صغيرة مهددة بالانقراض تعيش في آسيا بولاية جوجرات في شمال غربي الهند، حيث كان موطن الأسود شائعاً جداً في السابق على أنه يقع شمال إفريقيا، الشرق الأوسط وآسيا الغربية، حيث انقرضت منذ بضعة قرون فقط. أما عن مدة الحياة التي يمكن أن يعيشها الأسود فتختلف باختلاف جنسها، فاللبوات التي تعيش في مناطق محمية آمنة وقد يصل عمرها بين 12 ل14 عاماً في حال استطاعت أن تتخطى مخاطر ومشقات حياة الأشبال، بينما لا تتخطى الذكور 8 سنوات من حياتها إلا فيما ندر. لكن ستتعجب إذا قلت لك أن ملك الغابة هناك حيوانات يهابها ولا يمكن أن يقترب منها، كحيوان النيص. هو الحيوان الوحيد الذي يمتلك القدرة على التغلب على الأسد، حيث يفر هذا الأخير منه هارباً بسبب الأشواك التي تغطي جسمه والتي تبقى عالقة في فم الأسد في حال التهمه. لذلك تجد الأسد يهرب منه ويبتعد عنه، وهو حيوان من القوارض يتراوح طوله بين 60 و90 سنتيمتراً، ويمتلك ذيلاً يتراوح طوله بين 22 و26 سنتيمتراً، وهو حيوان صغير الحجم لكنه عظيم القدرة والأثر، حتى يجعل الأسد يهابه ويبتعد عن طريقه.